السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوار مسائلها الكرام، انطلق الموسم الدراسي 2024-2025 بربوع المملكة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فعلا كلما جاء شهر تسعود من كل سنة تتكون محطة للاشتغال بالجماعة من أجل استقبال هذا الموسم الدراسي الجديد. نعم، نحن اليوم تتكون الجماعة يعني مكتظة بالمواطنين اللي هما كيقضيوا المآرب ديال وليداتهم، لأن هذا الدخول المدرسي يحتاج مجموعة من الوثائق، سواء في تصحيح الإمضاء أو في الحالة المدنية أو في مجموعة من الأمور. وحنا في هذا الإبان بالضبط نكون على متن الاستعداد، لأن كيكون واحد شوية ديال الاكتظاظ، وتتكون واحد المجموعة ديال الانشغالات كثيرة على ما نقولوا إشكالات. الكل كيعرف بأن جماعة سهول يعني واحد الجماعة اللي باقي عندها الطابع القروي، والمساحة ديالها شاسعة 400 كيلومتر مربع، والسكن كذلك متفرق. وحنا اليوم كنحاولوا سنة على سنة من أجل يعني تجويد الخدمات للمواطنين، وكنتمناو يعني هذا القطاع نكونوا كنساهموا فيه من حسن إلى أحسن. هذا قطاع حيوي. احنا اليوم عندنا دخول المدرسي، فيه الدخول المدرسي مخالف لبعض الجماعات اللي عندها الطابع الحضري. دخول المدرسي في جماعة يعني ترابية عند الطابع القروي، فيه يعني التسجيل، وفيه النقل المدرسي، وفيه الداخلية، يعني فيه بزاف ديال الأمور. يعني احنا كنتمناو يعني دائما كنتمناو يعني يدوز هاد شهر سعود ويلقانا في الاخر حلينا جميع المشاكل ديال الوليدات اللي هما في سن التمدرس. وكما اننا عندنا جوج ديال المحطات، محطه ديال الدخول ومحطه النهائيه. محطه ديال الدخول كنتمناو يعني التلاميذ كلهم يجي يلقاو البلايصات ديالهم فين يقراو، ويلقاو النقل فين يتنقلوا، واللي ما عندوش التنقل يلقى الداخليه. وفي اخر السنه كنتمناو يعني يكونوا النتائج مزيانه وما يكونش الهضر المدرسه. يعني جوج المحطات في التعليم، دخول مدرسي موفق وخروج في اخر السنه موفق، اللي هو يكون يعني ما كاينش هضر مدرسي، وكاين يعني كاين قابليه ديال الزياده، وهذا ما لمسناه يعني كاين زياده في عدد المتمدرسين في جامعه السهول، وهذا تيرجع لتدخل مجموعه من المؤسسات اللي هي ساهمت في التعليم الاولي، لان عندنا تقريبا على 26 او 27 وحده للتعليم الاولي. اللي من هذا المنبر كنشكر السيد عامل عماله سله، وكذلك الاخوان الصاهرين على المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي عطات الكثير في هذا الشق، وكذلك كنشكروا جميع المستشارين اللي هما يعني ساهموا وسهلوا الماموريه ديال الحصول على 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 على, على هاد الوحدات اللي هي تبنت في السول بطريقه موزعه على السول. وهذا يعني في هذه السنين، وكنأملوا يعني الامل ديالنا الاكثر. جديد دخول المدرسي هذه السنة، وهي شركة التنمية المحلية التي بادرت إلى خلق شركة وهي مدرستي. هل تجاوبتم بشكل إيجابي مع هذا الموضوع؟ نعم، هذه شركة التنمية مدرستي يعني رحبنا بالفكرة، لأن هذه رحبنا بالفكرة لأن ما عندناش خيار. في نفس الوقت ما عندناش خيار، لان الكل كيعرف بان هذه تجربه ناجحه في اقاليم اخرى كاقليم صخيره التماره، لان حتى هو عنده الطابع القروي. وحنا اليوم يعني اقليم سالا حتى هو استقبل هاد الشركه ديال التنميه اللي جات. يعني كنتمناو وعندنا رغبه باش تحلوا المشاكل اللي كانوا عندنا، يعني المشاكل اللي احنا طرحناهم على هذه شركه التنميه، طرحناهم على جميع الفرقاء اللي كاينين في هذه
الاتفاقية اللي فيها الولاية، فيها عمالة سلا، فيها مجلس عمالة سلا الحامل المشروع، وفيها جماعة سلا، وفيها جماعة السول، وفيها جماعة عمر، وجماعة سيدي بقنادل، وكذلك شركة التنمية مدرستي والجهة كذلك. احنا الامل ديالنا هو ما يبقاش اولا يتحيد جميع الامور اللي هي غير قانونيه كالاكتظاظ مثلا، يعني كبالنسبه للحافله تكون سور شعر. وكل سنه رغم ان السنه الماضيه كنا كل سنه تنطالبوا بالزياده في عدد الحافلات. احنا الامل ديالنا ان شاء الله يعني يوليو جميع الوليدات يعني يتنقلوا في نقل مدرسي وليس سفر مدرسي، لان كان الامل ديالنا يعني السنين الماضيه كان يعني كاين محطه في الصباح ومحطه في المساء. احنا اليوم يعني كيكون النقل على حساب لورير او التوقيت الزمني للتلامذ. وحنا يعني اي تجربه جات يعني كنشاركوا فيها من اجل الانجاح ديالها، لان احنا جماعه رغم ان هذا قطاع ديال التعليم اللي هو كذا، حنا خصنا نساهموا في الانجاح ديالو، وخصنا نوصلوا كل صغيره وكبيره اللي التي نعلموها، وخص انخراط الجميع في هذه المنظومه هذه ديال التعليم، لان كيبقى الهدف الاسمى اللي هو محاربه الهدر المدرسي وانخراط الجميع في هذه المنظومه اللي هي منظومه ديال التعليم. فهنا بالنسبه لهذا مدرستي احنا مدينا يد المساعده من اجل يعني الانجاح ديال هذه التجربه، وحنا عندنا رغبه باش تفك علينا الاكراهات والمشاكل اللي كنا كنعانيوها واللي كنا كنشوفوها في الطرقات، لانه الحافلات احنا لا بغينا وليدات اللي هما يشدوا البقاعد ديالهم ويمشيوا في واحد هذا، وكنشتغلوا في المستقبل ان شاء الله على زياده في البنية التحتية ديال التعليم. لما لا يعني الامل ديالنا هي تزاد الثانوية في الضفة الاخرى، يعني احنا السهول كنقولوا السهول من الواد لهنا السهول من الواد لهنا، يعني الهدف ديالنا هو تزاد الثانوية بمعايير عالية اللي يكون فيها الداخلية ويكون فيها هذا باش ينقص شوية التعليم التنقل المدرسي او لا النقل المدرسي يولي بمحاذاة يعني التلامذ. كذلك هذا العام يعني كانت عندنا يعني واحد ثلاثه الاقسام ديال الثانوي اللي هما غيبقاو في سيدي عزوز في الريحان، اللي هو غيخفف شويه ديال الوطأ ديال هذا التنقل ديال التلامذ، وغادي نزيدوا نساهموا، يعني ماشي غادي نقولوا العام زين وغادي نشتغلوا، غادي نزيدوا نشتغلوا من اجل تجويد هذا الشيء، من اجل محاربه الاكتظاظ في الحجورات، من اجل واحد المجموعه. احنا متتبعين مع المدراء ومع المدير الاقليمي مشكور، لان عندنا اتصال معه دائم في هذا الشان، وحنا كاملين خصنا نخارطوا لان هذه بلادنا وهذا عمل وطني اللي خصنا نخارطوا فيه وخصنا ننجحوه ان شاء الله، لا بد من الاكراهات، ولكن من تضافر الجهود ديال واحد ويعني وحسن النوايا ديال المنخرطين لا بد ان شاء الله من وصلوا للهدف ديالنا درجه بدرجه ان شاء الله. نعم سيد الرئيس، الشان التربوي بتراب جماعه السهول تعزز كذلك ببناء دار الطالب بجوار نعم الجماعه، واليوم باعتباركم عضو مجلس عمالة الصغيرات او المجلس الاقليمي لعماله المجلس الاقليمي للسنة، كانت نقطه مبرمجه وهي تخصيص اعتماد لتجهيز دار الطالب. تقريبنا اكثر هو هذا القطاع ديال التعليم تعزز بالبنيه التحتيه اللي هي الحمد لله في شتى المجالات، كذلك في البنيه التحتيه ديال الطرقات، فهناك العشرات ديال الطرقات اللي تزادوا اللي غيسهلوا التنقل وتسهلوا على التنقل ديال الوليد وتسهلوا النقل حتى هو كذلك تيدوز في واحد يعني واحد البنيه التحتيه متينه. هذا من الجانب يعني كاين العشرات ديال المسالك القرويه اللي هي غتحل المشكل كذلك اللي ما كانش كيوصلها النقل ان شاء الله وغيوصلها النقل. بالنسبه لدار الطالب اللي فكرنا فيها المجلس وحطيناها في برنامج عمل الجماعه، لان الكل كيعرف بان هذه الجمعيه الخيريه دار الطالبه يعني تأوي البنيات الفتيات
اللي هما في ايتام اللي هما عندهم حاله ديال العجز او حاله ديال الفقر كذلك، وكتكمل فهي مرحله تكميليه ديال الداخليات اللي كاينه عندنا في المؤسسات. حنا اليوم فكرنا كذلك من اجل يعني الجانب الذكوري، كذلك هناك ايتام اللي هما ذكور واللي خصنا نساهموا في هذا. حنا اليوم الحمد لله اللي حنا اعضاء كذلك في المجلس الاقليمي اللي الحمد لله تبرمج باش التجهيز ديال دار الطالب، وان شاء الله غادي نساهموا ان شاء الله من اجل انجاح دار الطالب ومن اجل يعني السكن ديال الايتام اللي هما صنف الذكور ان شاء الله. وحتى هو غيساهم غادي يساهم حتى هو كذلك، يعطي قيمه مضافة. اي حاجه تزادت اللي غادي تهم العنصر البشري في قطاع ما فهي قيمه مضافه في ذاك القطاع ان شاء الله. احنا الجماعه ديال السهول يعني تقترح في جميع القطاعات. احنا يعني راه كاينين جماعات اللي هما في حواضر وكذا، لا علاقه لهم لا بتعليم ولا بصحه، يمكن كيقترحوا ولكن داكشي طفيف كذا لان عندهم توجه. ولكن احنا كنديروا هذه المسائل هذه يعني كنشتغلوا عليها، وكنديروا نقطه في جدول الاعمال سنويه ديال يعني نقاش حول الاشكالات ديال التعليم، والنقاش حول الاشكال ديال الفلاحه، وهذا الشيء اللي عطى الاكل ديالو في 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 بناء الحجرات ديال التعليم الاولي. كنا كنهضروا واحد الزمان على الهضر مسببات الهضر المدرسي، اللي هي من بين المسببات هو عدم التواجد ديال التعليم الاولي اللي هو الحجره الاولى او اللبنه الاولى لبناء الطفل، لانه كان ما كيلقاش الطفل في البدايه التعليم الاولي، وكيمشي ديريكت كيبدا يقرا في التعليم يعني التربوي العادي البريمير، وكيولي عنده برنامج اللي هو مجبر باش هذا، في حين الوليد باقي ما تيفكش الحروف باقي. فاحنا فكرنا في يعني باش على الاقل تحسين المستوى، وهذا الشيء راه ماشي منظومه ديال الجماعه فقط، راه خاص انخراط الاباء في التعليم وفي التربيه ديال الوليدات وفي الاستشاره وفي اعطاء يعني واحد مجموعه من النصائح، وفي وصلوا لنا المعلومه حتى حنايا وفي هذا. وحنا تنتواصلوا الحمد لله مع الاباء في مجموعه من المحطات لان بالتواجد ديالنا كذا، وكنعرفوا هذه النواقص وكنوصلوهم. وهذه جميع المؤسسات، نحن ننتمي لجميع المؤسسات لان الوطنيه تدعو الى الانخراط في جميع المؤسسات الوطنيه من اجل يعني اعطاء قيمه مضافه لي. ما تقول شيء بانك انت في القطاع المعين بانك غادي تعطيه هذاك القطاع. الا كانت عندك يعني الرغبه في الاصلاح والرغبه في الوطنيه الصادقه، خصك تنخرط بشكل عام ولا تلتفت للوراء، غادي تشتغل يعني غتوصل فيما وصلك الله يعني في اطار القانون وفي اطار المشروعيه وفي اطار القوانين التنظيميه، ولكن تكون نيه صادقه من اجل الاصلاح، من اجل الزياده للامام، من اجل يعني القضاء على الاشكالات. حنا يوميا خاص الانسان يشتغل من اجل الاحسن، والاحسن ما غاديش ما غيتجلى الا يوميا تقضي على الاشكالات والمعيقات، وهي ما غاداش تسالي ولكن قدر المستطاع والاجتهاد، وخاصك تزيد القدام يعني تكون رغبه تزيد القدام ان شاء الله. الله يوفق الجميع وشكرا.